أهلا بكم في درس جديد من تعلم Software Design Patterns. نكمل معكم العمل على الإتيريتر باتر، وقد قمنا في الجزء السابق ببناء هذه البنية التي تعبر عن البروفيشنز والأعمال المختلفة، وقمنا باستدعائها وضمها ضمن تابع والذي هو الشو، ولكن تم عرضها والقيام باستدعائها بطريقة تفصيلية وطريقة فردية. ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو كيفية الاستعاضة عن هذا، وذلك باستخدام ما يسمى الإتيريتر باتر. فسوف أقوم فقط بإنشاء حلقة فور واحدة، وذلك من أجل العبور على جميع هذه العناصر على اختلاف بنياتها. أولاً سوف نقوم بإنشاء إنترفيس، والتي من خلالها أستطيع القيام بالتخاطب والتعرف على هذه الداتا ستراكشرز وهذه الكولكشنز. فلنقول مثلاً People Iterator، ونقول أنها إنترفيس بهذا الشكل. نقوم بإنشاء ميثود ضمنها والتي تقوم برد Iterator، وسوف نقوم بتسميتها مثلاً Build Iterator. الآن سوف نقوم بوراثة هذه الانترفيس عند كل من هذه الداتا ستراكشرز. نذهب إلى الفارمر مثلا ونقول implement لهذه الـ people iterator، تمام. وبشكل مشابه نقوم بتطبيقها على teacher، والworker. تمام. بعدها سوف نقوم بالاستعاضة عن هذا التابع والذي أقوم من خلاله برد هذه البنية، وأقوم أيضا عن ذلك بردها باستخدام الإتريتر. فهنا هذه البنية هي المصفوفات العادية، لذلك من أجل استدعائها سوف أقوم باستدعاء الريس ومن ثم as list، وهنا نقوم بإدخال people التي قمنا بإنشائها ومن ثم iterator. بالنسبة للteacher فهنا البنية هي hash table، لذلك من أجل القيام بردها سوف نقول people values ومن ثم iterator. بالنسبة للفارمر والتي هي array list، فبشكل مباشر أقوم باستدعاء iterator. جيد جدا، هذه الخطوة الأولى. الآن سوف أقوم باستدعائها واستخدامها عن طريق display info، ولكن دعوني أقوم بإنشاء class جديد سوف نقوم بتسميته iterator display info، وذلك من أجل التمييز. نقوم هنا بإنشائه بطريقة مشابهة، دعوني أقوم بنسخ هذه، وهنا نقوم بلصقها، وبدل من إنشائها باستخدام هذه الكلاسز المباشرة الteachers والworkers وما إلى ذلك، سوف نقوم باستخدام الانترفيس، فنقول people iterator وذلك على جميع هذه الصفوف، وهنا أيضا نقوم بوضعها بهذا الشكل. هذه الخطوة الأولى. طبعا لا ننسى أن هذه يجب أن يكون اسمها Iterator display input. بعدها بالنسبة للقيام بالشو، فهنا سوف نقوم بكتابتها على الشكل التالي. أولا سوف نقوم بإنشاء تابع يقوم باستخدام الإتيريتر، وذلك من أجل العرض وصبر العناصر خلال مجموعة. فمثلا دعوني أقول public void show info، ونقوم بتمرير الإتيريتر بهذا الشكل. وهنا سوف نقوم مثلا بإنشاء حلقة لتكون void، ونقول طالما هذه الإتيريتر لديها as next، قم بما يلي. أولا سوف نقوم بتحويل هذه الإتيريتر إلى people info، وذلك من أجل عرض هذه البيانات. فنقول هنا people info تساوي هذه الإتيريتر next، ولا ننسى القيام بتحويلها وفصلها على people info، ومن ثم نقوم بالعرض كما قمنا هنا عند display information. فنقوم بنسخ هذه، وهنا نقوم بلصقها، يعني أقوم بتسميتها person للسهولة، تمام، بهذا الشكل. فهذه الميثود سوف أقوم باعتمادها واستخدامها بغض النظر على البنية التي قمت ببنائها، سواء كانت hash table أو array أو array list. فهنا سوف نقوم باستدعائها مثلا عن طريق تابع الشو، فنقول public show، طبعا لا ننسى أنها void أيضا. وهنا سوف نقول أولا iterator pattern، وبعدها نقوم باستدعاء show info، وذلك عن طريق الميثود التي قمنا بكتابتها في هذه الانترفيس والتي هي build iterator. فإما أن أقوم بإنشاء iterator بشكل مستقل والقيام بتمريره، أو القيام بتمريره بشكل مباشر. فنقول هنا مثلا show info هو لنا على هذه teacher، ومن ثم نقول build iterator. بشكل مشابه نقول هنا على الworker وأيضا على الفارمر. فبهذا الشكل نستطيع القيام بطباعة العناصر المخزنة في هذه الداتا ستراكشر وهذه الكولكشن،
استنادا للإتريتر بغض النظر على بنيتها وعلى طريقتها الخاصة في الاستدعاء. لنقوم الآن بتجريبها، فهنا سوف نقوم بجعلها تنتمي إلى People Iterator، ونقوم بإنشاء كلاس من Farmer وTeacher وWorker بهذا الشكل، لأن هذا الكلاس هو الكلاس الأب وهذه كلاس الأبناء، فنستطيع القيام بهذا الشكل وتطبيق البوليمورفيزم. وهنا سوف نقوم بتعليق هذه، ونقوم بدلا من ذلك باستدعاء الإتريتر Display Info بهذا الشكل، وبعدها نقوم باستدعائه وذلك عن طريق تابع الشرط. لنقوم الآن بالتنفيذ لرؤية النتائج. تمام، نرى أنه قام بعرض هذه النتائج جميعها، وذلك بدءا من طباعة Iterator Pattern، ومن ثم قام بطباعة الأسماء الثلاثة من كل كلاس كما نرى أمامنا بهذا الشكل. إذا قمنا بالذهاب هنا إلى الفارمر، فهنا نرى الفارمر، وبالنسبة للتيتشرز وهنا نرى التيتشرز، وبالنسبة للوركرز فهنا نرى الوركرز بهذا الشكل. نرى هنا كيف قمت بتوحيد العمليات بشكل برمجي أيضا، واستغنيت عن هذه الحلقات المتعددة والكثيرة، وبدلا من ذلك قمت باستخدام حلقة مشتركة وذلك لتطبيقها على مختلف الـ Data Structures. وهنا هذا من شأنه أن يسرع عمليات الإنجاز واستهلاك الطاقة الحاسوبية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعلمنا فيه كيفية إنشاء الـ Iterator Pattern. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.